ده النسكافيه يا رحمان. شكرا يا زكي. تحت امرك. هات لي شاي يا زكي. تحت امرك يا رحيم بيه. مالك يا رحاب؟ مفيش، تعبانة شوية. في حاجة مضايقاكي؟ لا. يعني مفيش خبر كده جالك في التليفون زعلك ولا حاجة؟ هي بصمة بتقولك على كل اللي بيحصل هنا ولا إيه؟ الحاجات المهمة بس. بعد ما تظلميش البت دي. هي بس كانت قلقانة عليكي وعايزة تطمن. غلبانة. ايه اللي مضايقك بقى؟ سيد اتجوز عليا يا رحيم. وساكت يا رحاب، ما قلتليش ليه؟ هو مش انا اخوكي برضو؟ لو ما كنتيش تقولي لي لا هتقولي لمين؟ انا عارف انك لسه بتحبيه وده اللي واجعك قوي. لولا كده انا كنت طلعتك منه اول ما خرجت من السجن بعد اللي عمله ده. المهم دلوقتي انت لسه باقي عليه ولا لا؟ لان ردك ده هيفرق كتير قوي في اللي انا اعمله. انت عارف سيد اتجوز عليا ليه؟ ليه؟ عشان ينتقم منك. مني انا؟ ايوه يا رحيم، عايز يذل اختك، عايز يقولك زي ما قهرت قلبي على القصر والمركب انا كمان هقهر قلب اختك. فهمت؟ بقيت انا السبب دلوقتي عشان رجعت حقي اللي اتاخد مني بعد ما اتسجنت. ماشي يا رحاب، شوفي انت ايه اللي يرضيك وانا اعمله. لو بتحبني يا رحيم ما تعملش اي حاجه وما تجيبش سيرة لأي حد، سيبني أنا اللي أتصرف عشان خاطري. أنا لو عليا عايز أفعصه برجلي، بس ما دام أنت عايزاه ما أقدرش أفتح بوقي. هو ده؟ ايوه هو. ولا ما طلعش هو؟ برقبتي. برقبتك انت اللي قلت؟ ها الو يا باشا، ازيك؟ وحشني والله. ازيك يا باشا؟ بقولك ايه، عندي معلومه مش اكيده كده يعني عن شحن سلاح كبيره. يا باشا، عايزك تأكد لي المعلومة دي قبل ما نتخذ اللازم. تمام قوي جدا، ماشي، أبعت لك كل التفاصيل. اتفضل يا باشا، اتفضل اتفضل اتفضل. أنت اللي قلت حلمي، ها؟ صباح الخير. ما بحبش الورد. عماد، اظن انا فهمتك كويس قوي ان اللي بينا انتهى، صح؟ ما انا كنت فاهم كده بصراحه. اول ما براءتك بانت توقعت ان انتوا رحيم هتتجوزوا، بس مستنيت كده ما لقيتش لا في دب لا في اليمين ولا في الشمال ولا حتى محبس فضة، فقلت كده يبقى في حاجة من الاتنين، يا إما قلبك حن وعرفتي إن راحتك مع عمدة، يا إما في حد تالت يا خلبوصة. في أو مفيش مالكش دعوة، وأنا استحالة ألاقي روحتي معاك تاني لو كنت آخر راجل في الدنيا.
خصوصا بعد ما بلغت عني البوليس وكنت هتدخلني السجن. على فكره هم وصلوا لك من مكالمه ماما. يا راجل كان ممكن اصدقك لو كان دي اول مره اكلم فيها ماما، بس دي تاني مره واول مره ما حصلش حاجه. مش يمكن اول مره ما لحقوش يوصلوا لك؟ كده ولا كده يا عماد اللي بيننا خلاص انتهى. طيب لو خسرنا بعض كحبايب ممكن ما نخسرش بعض كأصدقاء. أنا كل اللي محتاجه أجيلك وأحكيلك زي زمان. كان في حاجات تافهة صحيح بنقعد نتكلم فيها بس كانت بتساعدنا، وأنا كل اللي عايزه نبقى أصدقاء بس. وعدك إن أنا مش هضايقك خالص. كل إنسان بيبقى عنده حاجات كده بيخبيها على أقرب الناس ليه، بس بيحكيها لأصحابه. عشان كده ربنا عمل الصحاب. وأنا أوعدك إن هبقى صديق وبس. مش هعمل أي حاجة تضايقك ومش هجبرك تقول أي حاجة. اللي أنت عايزاه أنا موافق عليه. وأوعدك مش هشوفي غير صديق بيحبك بعد كده. زياد 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 يا ابني هربتك ايه؟ ايه ده انتوا قافشين على بعض ولا ايه؟ الحق زياد وريم قافشين على بعض، هتبقى فرصتك دي يا معلم. فكك منهم وانسى الحوار ده خالص. وانت من امتى يا معلم بتسيب حته تعدي من تحت ايدك؟ هو في ايه يا جدعان؟ ما حواره راح لحاله، انسوه بقى. ماشي. ازيكم يا اولاد؟ تمام الحمد لله. ايه اخبار المحاضرات؟ كويسه. من فضلك ممكن استعمل موبايلك؟ لان موبايلي فصل، عايز اعمل مكالمه. مفيش مشاكل، اتفضل. شكرا. مين ده؟ مش عارف، شكله دكتور جديد في الجامعه. ايوه يا زياد. انا مش زياد. امال انت مين؟ فين زياد؟ جرى له حاجه؟ زياد بخير، بس احنا حبينا نصبح عليك ونقول لك ان مفيش حد بعيد عندنا. قدامك اسبوع، لو الفلوس ما جاتش هتقول له واحد. انتوا مين؟ لما تجيب الفلوس هتعرف. طب افرض جبت الفلوس هوصل لكم ازاي؟ ايوه اهو كده بدانا في الاسئله المهمه. هبعت لك رقم حساب بره تحول لي عليه المبلغ. ما تخلينيش اتصل بيك تاني، لان المكالمه الجايه هتبقى البقاء لله. عارف لو حد مس شعره مز... معلش يا حبيبي موبايلك فصل فجاه. اشكرك جدا، شكرا. عفو. ايه اللي فصل ده؟ معرفش هفتحه. ايه ده؟ ده مكلم رحيم. ايه؟ رحيم؟ ازاي يعني؟ معرفش. الو الو. ايوه زياد انت كويس؟ انا كويس. مين اللي كان بيكلمني من تليفونك ده؟ معرفش. هو جنبك؟ لا اداني التليفون واختفى. وانت بتدي موبايلك لاي حد كده يتكلم منه؟ افتكرته دكتور في الجامعه. ثم انا اصلا اللي عايز اسالك، مين الراجل ده وبيكلمك من تليفوني ليه؟ طب بقول لك ايه؟ ما تتحركش من عندك، انا جاي لك دلوقتي. مع السلامة. خير يا رحاب؟ اديني جيت. ممكن اعرف اخر اللي احنا فيه ده ايه؟
غير هاري كتير، احنا رغينا في الحوار ده قبل كده. يا رحاب اوضتي جاهزه من مجاميعه واوضه العيال، انا مش مانع. انا موافقه، بس اتطلق اللي انت اتجوزتها عشان تقهرني دي، وساعتها ارجع لك. لا طلاق مش هطلق، ايه ذنب المسكينه يعني؟ يا سلام يا سيد، انا فاهمك كويس قوي، انت كل اللي همك انك تكسر رحيم باخته. يا سيد انا عايزاك تنسى رحيم خالص وتطلعه من دماغك. بصي لنا، انا رحاب، رحاب حبيبتك يا سيد. رحاب حبيبتي؟ اهلا اهلا وسهلا حبيبتي. كنت فين يا حبيبتي لما اخوك طردني من المركب واخد شقه عمري، لما جوزك ساب القصر وعاش بره جيتي ورايا؟ يا رحاب انا زهقت، زهقت يا رحاب بقى، اتكلمنا في الموضوع ده كتير، عايزه تيجي تعالي، انا مش ممانع. يا سيد ما ينفعش الكلام بالطريقه دي، انا جايه لك وبترجاك نرجع زي الاول. طالما رحيم رجع وبقى في وسطينا مفيش حاجه هترجع زي الاول، وعيالي يرجعوا لي يا رحاب، والا قسما بالله ارفع عليكوا قضيه. وعلى فكره هاخدهم، هاخدهم. عارفه ليه يا حبيبتي؟ علشان عايشين مع ابوكي واخوك السوابق واخوك الشام الشمام. وهون عليك يا سيد؟ اهون عليك توقف ام عيالك قدام المحاكم؟ انت عارف انا بحبك قد ايه. خلاص يا رحاب اثبتي لي حبك، تعالي عيشي مع جوزك وابو عيالك. طلقها وانا اجيلك، طلقها طلقها. اوه طلاق مش هطلق، انا قلت لك اللي عندي يا بنت الناس، عايزه تيجي اهلا وسهلا، مش هتيجي انا هاخد عيالي وبالقانون وبيخلي ابوك واخوك ينفعوك يا حبيبتي. سلام. يعني ايه واحد يخش الجامعه كده من غير ما حد يساله انت مين ورايح فين؟ ايه؟ وكان غير بواب؟ وكمان يتعامل مع الطلبه ويهددهم؟ احنا فين هنا؟ حضرتك شفت الكاميرات، احنا مش لاقيينه حضرتك في الكاميرات خالص. نعم؟ وده رد؟ يعني ايه مش لاقيينه؟ نط من على السور؟ اهدى بس حضرتك، احنا الجامعه كبيره والشباب كلهم كبار، وبعدين مش اطفال صغيرين في حضانات عشان نعلق لهم كاميرات في كل حته، وبعدين ليه زياد ما اتاكدش من الشخص اللي كان بيكلمه؟ هو زياد مش صغير برضه حضرتك؟ اه عندك حق، ما احنا المفروض قبل ما نبعت لكم ولادنا نعلمهم ازاي الاول يبقوا مخبرين عشان يتعاملوا مع النشالين والحراميه. لازم تعرف يا استاذ ان ده دورك، انت بتاخد مرتبك من المصاريف اللي احنا بندفعها بالدولار. حضرتك انا ما قلتش كده، انا بقول قول لي ولا اقول لك، خلصت على كده. ولو انتوا مش عارفين تحموا ولادنا احنا هنعرف ازاي نحميهم. يلا زياد. زياد زياد تعال اوصلك. قلت لك مش هروح معاك. زياد انت ازاي تتكلم معايا بالاسلوب ده؟ يعني ايه مش هروح معاك؟